ولنقاش تفاصيل مسيرة الأعلام المزمع انطلاقها عصر اليوم وتداعياتها وردود الفعل حيالها، ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس المحتلة عضو لجنة الدفاع عن أراضي وادي الحمص محمد إدريس. أهلا بكم سيدي. سيد محمد، قبيل انطلاق مسيرة الأعلام للمستوطنين الصهاينة من القدس القديم، كيف تبدو الأوضاع حاليا في القدس؟ الأوضاع في هذا الأثناء الأوضاع كثير ملتهبة. المستوطنين في اللحظات هذه بيتجمعوا في منطقة اسمها مأمن الله وبيجهزوا في حالهم ليقتحموا منطقة باب العمود. الشباب المقدسيين في هذه الأثناء جيشوا في الشباب يتصدوا لهذه المسيرة اللي هي تستفز مش بس الشباب المقدسيين، تستفز كل الأمة الإسلامية. هذا هو الوضع في الوقت الحالي. رضخت حكومة الاحتلال سابقا 3 مرات في الشهر الماضي لتهديدات المقاومة في غزة حيال مسيرة الأعلام، هل تتوقع إلغاء المسيرة تحت تهديد المقاومة هذه المرة؟ التوقعات جميعها بتقول بأنه ما يلغوها، بس يعني بدهم يغيروا في اتجاه المسيرة، أنه بدل ما يدخلوا على منطقة البلد القديم اللي هو الحي الإسلامي بدهم يغيروا اتجاهها ليخففوا من الضغط اللي موجود عليهم من المستوطنين. ما هي حكومة والشعب هم من جميعهم نفس المسار، بس ماخذين بعين الاعتبار المقاومة ورد المقاومة والشعوب الأمة الموجودة في القدس، الشباب المقدسي والضفة الغربية، هذه جميعها حطوا في حساباتهم. هذا الشيء غيروا الاتجاه وبنأمل انه يفشلوا في المسيره هذه. سيد محمد، نتساءل عن طبيعه هذه المسيره، مسيره الاعلام والتي يصر عليها الاحتلال من حيث الاهميه والاهداف، ما هي هذه المسيره؟ هذه المسيره بعد احتلال الشرقيه عام 67 في مستوطن اسمه يهودا حزيني عام 73 اخترع طقوس جديدة اللي هو احتفال بتوحيد شرقية القدس مع غربية القدس، يعني أصبح من شرقية القدس وغربية القدس عاصمة موحدة للإسرائيلي. فهم اخترعوا طقوس هذه الاحتفال باحتلالهم للقدس الشرقية عام 67، فبقيموا رقصات، اقترحوا رقصة خاصة في المسيرة هذا. وكل سنة في 10 أيار قيموا الطقوس هذه، والسنة هذه يعني خصوصا السنة هاي كان في رد فعل من الشباب لصد المسيرة. هي سبب انه صادفت وقت المسيرة في رمضان. الشباب القدس دائما تعودوا انه في رمضان بفطروا وبيطلعوا بقعدوا باب العمود. فالشرطه الاسرائيليه السنه هاي حاولت تمنع الشباب يقعدوا باب العمود ليخلوا الساحه للمستوطنين انهم يقيموا الطقوس تاعاتهم هذه بمسيره الاعلام. فالشباب اتصدوا لقوات الاحتلال ومنها بلشت، يعني من النقطه هذه بلشت تامنا وصلنا للحرب. المقاومة في غزة انتصرت للشباب المقدسي، فرضخوا في النهاية، رضخوا ولغوها، عاودوا جددوها كمان مرة. فهم بدهم يعملوا مسيرة وخايفين، فهم ما بيجوا إلا بالقوة. يعني احنا تعودنا الإسرائيليين ما بيجوا الا بالقوه. الى اي مدى يمكن ان تصعد هذه المسيره الاحداث من جديد بعد وقف اطلاق النار، وما افاقها في ظل وعود المجتمع الدولي بايجاد حل للفلسطينيين؟ والله احنا تعودنا من اسرائيل ما بيحترم لا قوانين دوليه ولا بيسمع من
ما بسمع يعني ما بسمع من الامم المتحده ولا من مجلس الامن. فهو الاسرائيلي من عادته انه متغطرس ومتكبر. ف يعني يعني بتقول بانه رايحه تقوم كمان مره، والتهدئه اللي بيقولها ما اظن انها تنجح. احنا بنتوقع بانها تشتغل يعني كمان مره اليوم. شكرا جزيلا لك محمد إدريس، عضو لجنة الدفاع عن أراضي وادي الحمص، حدثنا عبر الهاتف من القدس المحتلة.